السلام عليكم. السلام يا عليكم هلا. السلام، انت وين كنتي؟ كان عندي شغله خلصتها ويت. ايه ترى انا قلت حق بدري ييني. نعم؟ ليش؟ على اي اساس؟ ليش جاي؟ حق شنو؟ والله العظيم اذا شفته لا طقه بلعبه جرب الفاز اللي هناك. ايه طقي طقي علشان اطقك قدامه وافشلك وندفك بعد. الريال جاي يتفاهم. لا والله يتفاهم على شنو ان شاء الله؟ شنو عنده يتفاهم معاي؟ يطلق يعني يطلق وريله فوق راسه. بس عاد يلا وسختيها. تكفين انا باكر عرسي ما بي مشاكل. خلي خلص هالعرس على خير ذيك الساعه سوي اللي انت بتسوينه ذبحي طقيك الري. خلي خلص العرس وفكينا عاد. هي اكيد لانك اشوف الحين مرتاحه بعد باكل هوا غريانه. اقول قصر لسانك مع اختك العوده وتحكي عدل معاه ويلا ذلفي ذلفي. تحكي معاه في الضايع. صدق ما تنعطوي. لك ايش هنا ابن هنا؟ كنا بيت مضاري. هنا مين ساكن هني؟ هلا بدر. هلا حياك يما حياك. هلا عمتي شلونك؟ الله يسلم عمرك. تفضل يما حياك. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك يما حياك. حياك. هلا بدر شلونك؟ عساك بخير. تمام عمي شو اخبارك؟ الله يسلم عمرك. شلونك يما؟ كل اموري تمام الحمد لله. الحمد لله يا يما دوم ان شاء الله. اقول يما بغيت اعرف يعني انت صاير بينكم الصج اللي قالتها منيرة؟ شنو قالت؟ قالت انك تزوجت رفيجتها. شو المشكلة يعني؟ شرع هالأربع وانا تزوجت الثانية. بعدين انت عارف عمتي بنتك الين الأزرق ما يعاشرها حتى لو دقيقة واحدة، كلها دايسة بنزين ومشاكلها وايد، شلون انا اتحملها؟ اي يما بس منيرة تحبك وتبيك. يعني لا تهدم بيتك علشان انك متزوج. انا مستعده اردها معاك قصبا عليها حتى لو انت متزوج. سعال مبارك انا ما عندي مشكله. الشقه موجوده والامور كلها تمام حياها الله عادي. ها 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 شوف معرس الغفله وصل. وين ورقتي؟ منيره ذكرى يلا وقعدي تفاهمين مع ريلك. انت اخر واحده تسولف معي. انا من دريت ماخذه هذا اللي متزوج ثلاثه انا غاسله ايدي منك. بس سكتي بس سكتي سكتي قاعدة خلنا نتفاهم. ماني متفاهمة ولا شيء. ورقتي وين؟ أنا ما عندي مشكلة مستعدة أطلقك اليوم قبل باكر والحين قدامهم كلهم بس ها تتنازلين عن جميع حقوقك. أنا منيرة بنت طيبو كلمتي واحدة ما بدلها وقدام أختي وقدام أمي وعد لا تنازل عن كل حقوقي عاد الله والحقوق اللي خذيتها منك. سكتي بدر يمه ما عليك منها هذه مينونة خلها تقعد تهدى كم يوم وبعدين نتفاهم. هو يدري ان انا مجنونه لا اسمعك ماي شوف تتذكر انا مجنونه. خليها عمتي خليها قدام امينه الحين وقدام عمتي انت طالق بالثلاث. طالق 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 ما ابي اشوف رقعه وجهك. انت يا بيبين تبين اللي بريولي لا لا بس تبين بس 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 انا علمك انا علمك بس انا علمك انا علمك بس خلاص خلاص انا علمك. انتوا ما تعرفون الشد تفهمون الا بالطيق. تيبب بعد تيبب اللي ما تسعي على وجهها. يا رب اخترب عرسي باكر عرسي اخترب. سمعيني زين منيرة أنا لازم الحين أتفاهم معك. ما بتفاهم منيرة صدقيني الموضوع صار كله صدفة. سكتي انتي سكتي ها صدفة ها عاد صدقونا قلنا على بعض. أنا مو متضايقة كلش مو متضايقة والله العظيم. تدري ليش؟ لأن أصلاً أنت من البداية ما كنت تعني لي ولا شيء في حياتي وهذه اللي يمك كنت أجيبها البيت عشان تنظف وتخم وتطبخ يعني خدامة
يعني انت الحين ماخذ خدامتي ها؟ بس والله كسرت بخاطري، يعني مساكين حتى عرس ما سويته ولا حفلة صغيرة. خايفة مني ها؟ بس عادي الحين داريت سوي اللي تبي تسوونه، وهذه مني لكم. كلها تتهنون. منيرة 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 خليها خليها بس. هذا شلون دشت هني؟ والطقاق شلون عرفت المكان؟ ما ردها بتعرف كل شيء. بس شلون؟ هي مسخرتنا احنا الاثنين، وانت ما سويت شيء. ايش تبيني اسوي لها؟ اعطقها؟ قتلها مشعرها واحذفها برا؟ بعدين بطلقها انا خلاص. اي اوكي طلقها، بس خلها تتنازل عن كل حقوقها، عاد انت بروحك داش بالطوفه. صح كلامك، انا داش بالطوفه، ومن زمان داش بالطوفه. زين ما كسرت البيت علينا؟ زين انها عدت كذي؟ اوف تنين، حرقت البيت كله تنين تنين يا رب. لا يبا انا فاق الجي ترى مستمع عندي راس مصدق. يلا ها بدل، شنو هذا فوز؟ وين كلامك بالسياره؟ وين بنفتح صفحه جديده؟ رفيشتي انت شو تسوين مع ريلي؟ هو كان جاي لان شنو هو؟ هو شنو؟ سويت له غدا؟ سويت له غدا؟ هذا اللي تطبخينه عندي في البيت كل يوم حقه؟ أميرة بدر كان جاي لأن أبي بوس. أنا جاي اليوم أبي أسولف، أنا اليوم بتعرف على رفيشتي وبتعرف على ريلي. سمى يلا إكلي إكلي. منيرة انت فاهمة الموضوع كله غلط، سمعيني بدر. اكل اكلك لا يرد. هذه الباستا انا حفظتها بالضبط اللي تاكله عندك اليوم في البيت، هي اللي تطبخها. عجبتك؟ اكل. شوف أميرة خليني أقول لك شغلة. بدر هدوء طلق. أعطيني بس فرصة طلق.